جوليا بطرس، صححي لي لو غلط. حسب معلوماتي انك درس موسيقى بس من خلال دروس خصوصية مش من خلال المعهد. فضلتي تدرسي بدروس خصوصية. كانت على قديم مين؟ في أستاذ كتير. ما كنت اعتمد على أستاذ واحد. اصلا كل مادة الى أستاذ. اخذت سولفاج وتيوري فوكاليس عند أساتذة مثل جي حبيب. اكثر شيء جي حبيب هو اللي اعتمدت عليه بهالثلاث مواضيع، وفي أساتذة مختلفين كمان كل واحد يعطيني مادة. صححي لي كمان لو انه ما كانش عندك 12 سنة لما إياس رحباني قبلك وقرر انه يعمل لك كاسيت. كمان مضبوط. من وين عندك هالمعلومات؟ لا دي بقى العصفورة قالت لي. هو بالحقيقة كنت من أنا وصغيرة ربينا ببيت فني، إجمالا البابا والماما أصواتهم شوي حلوة وبيحبوا طريق الفن، كانوا على طول وباستمرار يحطونا بالبيت أغاني فيروز ومسرحيات الأخوين رحباني، فتعودنا عليهم. وبالمدرسة كنت غني غناء فردي بالحفلات ومناسبات المدرسية السنوية. ومن بعدها تعرفت على الأستاذ ياس رحباني وتعرف على صوتي وحب أنه يعمل لي أسطوانة. غير البابا والماما أنهم عندهم صوت حلو شوية، في أخوكي كمان أظن بيعمل لك ألحانك. وقتها كان عمري 12 سنة، كان هو عمره 13، يعني كان بعد ما ظهرت معه موهبة التلحين. بس صار عمري 17، وكمان بما انه كنا عايشين بظروف كتير صعبة ما بتعرفي بلبنان، طبيعة الحال واحد بيتأثر فيها بده يتعلق فيها وبيجرب قد ما في انه ينبش على حل، يفتش على حل، يفتش على مخرج من هالمأزق اللي نحن فيه. اكيد هذا الشيء مش بايدنا، حبينا ان نعبر انا وخيي، خيي بالتلحين وانا بالغناء، عبرنا عن رفضنا لوضعنا اللي كنا عايشين فيه باغاني، أغاني وطنية ملتزمة، بأغاني حب كمان، لأنه مش بالضرورة أن تكون أغنية الوطنية بس ملتزمة، فيك تغني حب كمان بالتزام. حبينا أنه نعبر عن رأينا وعن فكرنا ومبادئنا ورفضنا وقبولنا بالأمور اللي مقتنع فيها بأغاني وبالفن بالطريق اللي نحن ماشيين فيه. وطلعتي أغنيتك اللي هي كانت سبب الانطلاقة الفنية لك. اللي هي غابة شمس الحق. أيوة. نرفض نحن نموت. ممكن أسمع معاكي منها جزء. غابت شمس الحق وصار الفجر غروب، غابت شمس الحق وصار الفجر غروب، وصدر الشرق انشق سكرت الدروب. نرفض نحن نموت، قولوا لهم رح نبقى. نرفض نحن نموت، قولوا لهم رح نبقى. أرضك والبيوت والشعب اللي عم يشقى. أو قلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب. جوليا بتفضلي الواحد يناديلك زهرة الجنوب ولا جوليا؟ لا جوليا. جوليا. لأنه أنا ما كنت بس إذا بتحب تسميها زهرة، إنه ما كنت بس أو ما بفضل إنه انحد بجنوب لبنان أو جنوب أي بلد عربي اللي كان، لأنه أنا لما عم غني للجنوب كون عم غني للأمة العربية كلها، يعني ما الجنوب هو قطعة وجزء من دولتنا الكبيرة أو أمتنا الكبيرة، فغنيت له لأنه كان جريح و حسيت فيه غنيت له. يعني يمكن لو كنت من مصر وشفت الاحداث اللي عم بتصير بالجنوب وكنت متربيه تربيه وطنيه مثل ما انا تربيتها تربيه قوميه، يمكن كنت اثرت بهالوضع هذا وغنيت له. ما بعرف، ما بحب انحد بجنوب. الالتزام عند جوليا معناه ايه؟ الالتزام بنظري انا بالطريق اللي انا ماشي فيه هو بالكلمه. مثلا بعطيكي مثل من قديم بالاغاني الوطنيه، كنت تسمعي وصف مثلا اذا غنينا اغنيه للبنان يوصفوا جبال الخضره للبنان،
يوصفوا سهل مثلا سهول الصحراء، ما بعرف انه يوصفوا البلد وشكله بطبيعته وما كانوا ياخذوا موقف او ما ياخذوا فكره وينطلقوا منها ويطلعوا بالاخير بنتيجه، لانه يمكن كمان الظروف ما كانت، انه ظروف كانت فيه سلام ما بتسمح انه مثلا تاخذ قضيه معينه. هلا انه انا بالنسبه لإلي بفضل انه اخذ قضيه بالاغنيه اللي انا بدي اغنيها، يعني اذا كنت عم غني اغنيه وطنيه مثل غابه شمس الحق ما قلت بس غابه شمس الحق، لا قلت بعدين طلعت بنتيجه انه بنرفض نحن نموت، اخذت قضيه من غياب شمس الحق، مع انه شمس الحق ما بيغيب، من بعد الغياب دائما في شروق، فقلت نرفض نحن نموت، يعني اخذت موقف من من الفكره. بالنسبه للاغنيه العاطفيه بفضل انها تكون، تعودنا اذا المره بدها تغني اغنيه حب انه تبكي مثلا او تركها حبيبها تترجيتها يرجع تستجديه، في ابتزال بالحب، يعني مش دائما هيك المره بتحب، بحس انا، او مش هذا هو الحب يعني بنظري، مش انه هلا عم باخذ موقف انه انا رافضه او لا، انه في غير طرق يعني تفرجي الحب بطريقه احلى من هيك. وبتقولي له لو انت شايف حالك انا مش عاوزاك بطفيك، مش كده؟ مظبوط، مثل بغنيت بخيالك لتقشع حالك. سمعك الكلام اذا بتحبي. مش عاوزه تغنيها؟ لا سمعك الكلام. اوكي، بخيالك لتقشع حالك انا شمعة مضواي قبالك، قلت لي خلصت الحكايه بتعلق بالريح الجاي وبطفي حالي وبمحي خيالك، بخيالك لا تقشع حالك. الكلمة عندك مهمة جدا. نعم. ده معناه انك قارئة؟ هو بالحقيقة هيديك السنة خلصت دروسي بالإخراج المسرحي، عملت أخذت دبلوم 4 سنين بالجامعة اللبنانية كلية الفنون، أكيد هي بعد ما انتهيت من دراستي المدرسية، وبس هيك عن لحد هلا، ومن على دراستي الموسيقية أكيد. بس بتقري كتير أكيد، يعني الكتاب بالنسبة لك أو الكلمة أو الشعر أو أي كتاب أي أكيد. كلمة بتقريها دي مهمة، هي اللي أكيد بدياكي كمان، يعني مثل ما بيقولوا بالإنجليزي الباك جراوند، يعني دائما اللي بده يغني أو بده يعمل شو ما كان، أكثر شيء بالفن، لأنه الفن هو تكون على علاقه كثير مباشره مع الناس، مفروض انه ما تكوني سطحيه كثير، يكون في عندك شوي عمق، يعني اذا بدك تغني مش بس مثلا تفهمي شو الجنوب، اذا بتغني الجنوب بدك تفهمي ليش صار هيك بالجنوب وشو التاريخ وشو السبب وشو النتائج، انه بفتكر هيك مفروض. جوليا لما ابتديتي كنت بتقدمي او عندك كاسات اغاني فرنسيه، نعم، بعدها بصوتك واغانيك الخاصه، وبعدها كان لإديت بياف وميراي ماتيو. لا بالاسطواني كانوا كلهم اغاني خاصه، 8 اغاني من الالحان اللي يسرح بيني، بس بجلساتي انا انه كنت احب اتسمع لإديت بياف اكثر شيء، واكيد في مغنيين انجليز وامريكان، وفي ميراي ماتيو من فرنسا كمان، انه بس على الاسطوانه اغاني خاصه. ممكن نسمع معاكي كوبلي؟ مش هطلب منك اغنيه كامله من اغانيك اللي غنيتيها بالفرنسيه. اوكي. في اغنيه بحبها كثير اسمها ابرامون لو تانجو. بتعرفي ترقصي تانجو؟ انت بتعرفي؟ لا. مشان هيك رح اساله. ابرامون دانسي لو تانجو. Moi qui ne sais danser que le disco, et puisque tu m'aimes, et moi je t'aime, fais-moi danser le tango. Avant toi je n'ai dansé pas de tout, que des danses endiablées et rythmes fous. Et puisque tu m'aimes, et moi je t'aime, fais-moi danser le tango. طب لو حبينا نسمع من إديت بياف هتقولي لي جزء ولو صغير؟ بس إذا صار معي هيك شوية نسوي. معلش؟ مش إشكال. مش إشكال، لأنه صار لي 10 سنين مش مغنية، يعني 10 سنين غنيت فرنسية وبعدين وقفت كليا.
في أغنية لإيدي تشاف اسمه فدام. فدام تعرفيها؟ حلوة كثير. سمعك هيك مقطع صغير منه. فدام 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 il arrive en courant derrière moi. Fadam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Fadam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. La 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 la. لو قلنا انه جوليا عندها طموحات لسه ما حققتهاش، ممكن نتعرف عليها؟ عن احلامك، عن طموحاتك، عن هو اكيد في انه بعتبر حالي انه عند انه بعد انه بعد طموحي ما انه ما صار عندي انه عندي كثير طموحات ما تحقق منها ولا شيء بعد، بما اني بعد باول الطريق. ما بعرف انه بحب انه صير جوليا، افرض يعني جوليا انه مش بس بلبنان او البلدان اللي زرتها، انه كون جوليا خلي اثر بس غني، خلي اثر بس احكي، يكون عندي خط خاص فيي وهيك. طيب لو قلنا ان انتي مطربة شابة عندها انتماء شديد لأرض الوطن العربي كله، ليه مثلا ما نسمعكيش بتغني عن قضايا خارج لبنان، قضايا بتمس بلاد أخرى في الوطن العربي؟ في غنيت أغنية للانتفاضة لأطفال الحجارة اسمها حجار المنسيين. أكيد قضية الانتفاضة بتمسنا كلنا، مثل ما بتمس مصر، بتمس لبنان، بتمس سوريا، الاردن، كل البلدان العربيه. غنيت اغنيتين ثلاثيات انا ومطربه تونسيه سوسن الحمامي ومطربه سوريه امل عرفه، اغنيتين اسمهم، وحده منهم اسمها وين الملايين باللهجه الليبيه، بس مش ليبيه صرف، ليبيه بتنفهم بس يعني لهجة شوي قريبة للسمع لكل الناس. عموما احنا هنسمعك دلوقتي مع الموسيقى لانه اكيد هتسمعينا دلوقتي حاجة بالموسيقى. هنسمع معك ايه؟ اغنية عاطفية مثل اللي سبقت، بس شوي فيها ايقاع، اسمها بس كلمة. بس كلمة من الحان زياد خيي، زياد بطرس، وكلمات فرانسوا معوض. تفضل. شكرا.
شو بكي كلمة يمكن تثبت وطول الحكي بدي احكي وابدا سألني شو بكي كلمة يمكن تثبت وطول الحكي تركني قول الكلمة فيها ساكن حلمي تركني قول الكلمة فيها ساكن حلمي ما تبقى تركني قول